تأهل الروسي دانيال ميدفيديف إلى ربع نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد انتصاره على اللاعب الألماني دومينيك كوبفر. حامل لقب البطولة فاز بالمواجهة بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 7-6 و6-0 ليتأهل بجدارة إلى الدور المقبل، حيث سيواجه تشيلي نيكولاس جاري. وبدوره انتصر المصنف الثاني عالميا الإسباني كارلوس الكاراز تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على الإيطالي لورينزو موسيتي بمجموعتين دون رد تفاصيلهما 6-3 و6-3. وسيواجه الكراز في الدور المقبل المصنف 11 البلغاري غريغور ديميتروف. Two sets to love. 6-3, 6-3.